بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يغضب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق
رزقٍ إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه طير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملون آل داود شكرا وقليل من
في ذلك لآيات لكل
بصبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عن تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا
بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية نذير إلا قال مترفوها إنا بما وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم
حاله قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك